السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا شباب؟ أخبار؟ طبعا يا شباب مثل ما وعدتكم الفيديو يوم بعد يوم وعلى طلبكم. طبعا واحد منكم علق لي بالتعليقات كتب لي أوصافي بدي شرح للجناح اليسار، كنت مبارحة بعطي شروحات للاعبين خط الوسط، هذا الفيديو روحوا شاهدوه والرابط رح يكون بالوصف أول رابط. ثانيا الشاب اللي كتب لي بدنا شرح للجناح اليسار، اليوم راح اعطيك شويه تمارين، هاي التمارين يا جماعه واقسم بالله لازم، ما راح تصير جناح قوي وتزدادك حلوي وعلى الجول اذا ما تمرنت هيك تفكر حالك فجاه راح تصير جناح وتسجل اهداف وهيك، لا اذا ما تدربت ما راح تصير نهائيا، وهاي التمارين كثير راح تفيدك تمرنها وراح تدعي لي ان شاء الله بعد اسبوعين من التمرين او اسبوع واحد تلتزم والله راح تشوف فرق كبير كثير كثير. ويلا بدنا نفوت على الفيديو مشاهده ممتع، بس قبل ما نبلش لا تنسى تحط لايك، حط لايك، انت ما حطيت لايك ايه تمام هيك في واحد ما حط. المهم يا جماعه حطوا لنا لايك واشتراك وفعل الجرس، لا تنسوا الاشتراك، نوصل 10000 متابع باقرب وقت ان شاء الله. واي شيء مثل ما حكيت، اي شيء بدكم اياه شرح ودفاع ظهير شيء ويمكن جناح اليمين ان شاء الله الفيديو القادم، وخليكم مع الفيديو مشاهده ممتعه. أصدقائي التمرين الأول شاهدوا معنا التمرين، الشيء اللي تحتاجه أنت بكل هاي التمرينات قنية مي بس كافي والكرة تبعيتك ولازمك ملعب إجباري حتى تسوي هاي التمرينات. تابعوا معنا الفيديو مشاهدة ممتعة. هذا هو التمرين الاول، يلا بينا مع بعض نشوف التمرين الثاني. بالتمرين الثاني بدك يكون في حيل عشان تضرب الكره وترجع لك تستلمها وتمشي فيها تاخذ قرفه بسيطه بعدين تسدد، او اذا في شخص صديقك او حدا بيقربك او واحد بيروح معك على الملعب خليه يعطيك الكره استلمها روح روحه بسيطه بعدين شوف على الزاويه. تمام تمام أصدقائي. التمرين الثالث شوف معنا التمرين، طبعا هالتمرين لازم تستخدم قدمك الضعيفة قدمك اليسار اللي هي كثير راح تفيدك بالمباريات، انت كمهاجم جناح ايسر احيانا انت يقول لك منطلق انطلاقه ما راح يصير لك مجال انك تعطي هاي القرفه عشان تشوط ار2 بجرك القويه، فهون لازم تشوط مباشره بقدمك الضعيفه، اذا كان هون مسكر المجال ما راح تقدر تطلع لهون خلص بقدمك الضعيفه تشوطه، ولازم تشوط بهذا المكان من القدم شوف او عرض ما بيأثر، انت المهم تحطه على الزاوية، ركزوا معي المهم على الزاوية، ما بيهم كيف تروح الكرة وقوة، المهم انك تحطه على الزاوية، تمام هذا
طبعا يا اصدقائي هاي هي اهم 3 تمارين بيتمرنونها لاعبين الجناح اليسار. التمارين هاي كثير راح تفيدك، بس طورت فيها دائما حاول تخلي تسديداتك على الزوايا البعيد، زوايا 90، زوايا الارضيه. هاي الزوايا دائما راح تفضل الحراس وما يقدر يصد تسديداتك نهائيا بالمباريات. وانتظرونا بالفيديوهات القادمه، الشروحات القادمه، راح نحاول دائما نعطيكم طرق افضل واحسن حتى تتحسنوا وتتطوروا اكثر. ان شاء الله الفيديو القادم راح يكون الجناح اليمين. الجناح اليمين في شغلات كثير حلوه لازم يتعلمها وراح اعلمكم عليها ان شاء الله. هيك خلصنا الفيديو، مع السلامه. لا تنسوا تحطوا لايك واشتراك. سلام، هيا عيونكم.